ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به ولا ليعذبه به، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، ولكي يسمع الله سبحانه وتعالى تضرعه وابتهاله، عشان ربنا سبحانه وتعالى يسمع دعائك ويسمع تضرعك. إنك أنت أحيانا ربما لا تدعو الله سبحانه وتعالى، ولا ممكن واحد يدعو الله سبحانه وتعالى لكن بقلب غافل لاهٍ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. لكن إمتى تتضرع وتدعو بحرارة؟ حينما تنزل بك إيه مصيبة، تلاقيه ما شاء الله في السجود، وربما تأتي قبل إقامة الصلاة وتصلي ركعتين، ولا تقوم في الليل، ولا قبل أن تنام، وتتضرع إلى الله سبحانه. هذا التضرع هذا هو ما يريده الله سبحانه وتعالى، أنك أنت تعرف أن لك ربا تلجأ إيه تلجأ إليه، ولذلك ليسمع تضرعه وابتهاله، وليراه طريحا بباب، أنك أنت تكون طريح على باب الله سبحانه وتعالى، لا إذن بجناب الله، مكسور القلب بين يديه، رافعا قصص الشكوى إليه، تقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته غيري؟